عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كوجينة اليوم. اليوم في الحلقة هذه باش نعملوا اون غوسيت جديدة نتاع لازاني بالبات نتاع الكريب. دونك في الغوسيت هذيا سهلة برشا. عندنا باش نحضروا لابات نتاع الكريب بفانواز هذيا سبيسيال كريب. ومن بعد باش نحضروا لافارس نتاعنا اللي هي بالسبناخ جامبون وبصل كاهو نحطوا معهم شوية زبدة. ومن بعد باش نحضروا الصوص بيشاميل نتاعنا كيف ما تعرفوها، دونك فارينة وزبدة وحليب وشوية فخوماج غابي. باهي دونك نبداو جوست توا باش نحضروا البات نتاعنا ونحضروا الكريب نتاعنا وبعد نحضروا الفخس. باهي نبداو نحضروا دونك البات نتاع الكريب نتاعنا. كما تشوفوا هنايا دونك لي زانغريديون موجودين في وسط الباكو، جوست نزيدوهم نص سيتره حليب وعظمه. دونك نحلوا الباكو نتاعنا هكايا. نحلو نفرغوا الباكو الكل. نزيدوا عليه الحليب. نص سيتر حليب. وعظمة كاملة. ونخلطوا بالقدي بالقدي. خلطوها مليح مليح باش ما يقعدش فيها كل تبداش مكعبره معناها. اوكي بعد ما نخلطوها باش نحضروا برشا كعبات كريب، 10 كعبات تو دي بون احنا قداش نحبوا نعملوا معناها كبر الطبق نتاعنا. دونك نشعلوا النار هنا على المقلة نتاعنا، نحطوا فيها شوية جولدينا، ونحضروا البات نتاعنا. بعد ما نكملوا من البات نتعداو نحضروا الفخس اللي باش نعملوها من داخل والصوص بيشاميل. نقصوا على الغاز باش ما تحرقش كعب الكريب. فوالا ما نعملوهمش خشين برشا وما نعملوهمش جوايجين برشا وما نطيبوهمش ياسر ياسر، معناها ما نحمروهمش خاطر بعديكا باش نحطوهم في الفوق. باه نتعداو توا نخليو الكريب تطيب، نتعداو نعملو الفخس نتاعنا. دونك في الفخس كيف ما قلتلكم نحطو شويه زبده ونحطو البصل والسبناخ سبنيخ بالطبيعة راهو مش يقعد برشا هكا باش يذوب من بعد هكايا. و ميساش من بعدي كنحطو الجامبون توا نخليو هذو ما يطيبو من بعدي كنحطو الجامبون. باهي نحركوهم شوية يذوبو شوية معنتها يذبل شوية السبنيخ وقتها نفوحو شوية فلفل أكحل وملح ومن بعدي كنحطو الجامبون. اوكي نشوفوا الكريب نتاعنا. ومن بعد باش نتعداو نعملوا صوص بيشاميل ومن بعد كان نتعداو للدريساج. تنحطوا مني خيط فيسا فيسا فوالا نخليهم يتيبوا شويه. نقلبوا الكريب نتاعنا
هكا كما شفتوها مش طايبه برشا، نخليوها هكاك. الفخذ قاعده تشي، تنجموا تحطوا الجامبون، تحطوا حاجه اخرى، راهو بولي ولا لحم ولا تن، كيف ما تحبوا، معناها اللازانيا نتاعكم تحطوها كيف ما تحبوا. باهي، نحيو الكريب. نجمو نخليو الفخس نتاعنا طيب، ونحضرو الصوص بيشاميل زيدا. دونك نحطو الزبدة، نذوبوها شوية، ونعسوا على الفخذ كيف كيف. شوفوا الزبدة، يسوفي تذوب فيسع، معناها الزبدة نحطوا عليها الفارينة ونقعدوا نخلطوها مع بعض. نجمو تو نحطو الفلفل الأكحل والملح، كي شوية شوية، ونخليوهم زادا باش نستعملو بعد كنحطو شوية فلفل أكحل وملح في الصوص بيشاميل. دوك ما نملحوش برشا لهنا على خاطر عندنا السبناخ، نحطوا شوية بركة ملح. باهي توا نجمو نحطوا الفارينة نتاعنا، فوالا، نخلطوا دونك الفارينة في الزبدة. يدخلوا في بعضهم بالقدي، تشرب الفارينة بالقدي الزبدة ذيكا، وبعد نصبوا الحليب. نقصوا عليها شوية، هلا نزيدو شويه بركه للفخذ باش تطيب، ومن بعديك نرميو ونحطو الجامبون. باه نحطو الحليب ونقعدو نحركو فيها، نحطو شويه تاع الحليب شطر ونحركوها بالقدا، نحلو الفارينه في الحليب مليح مليح، نقعدو نعسو على الصوص. صاي نجمو نحطو توا الجامبون، وكان باش تعملو بولي دجاج ولا لحم ولا حاجة نطيبوه وحده ومن بعديكا نزيدوه مع الفخذ نتاعنا، والا كان تحبوا تنجموا زيد تطيبوه معناتها تقصوا، اما تقصوه معناتها ديكوب
وطيبوه في وسط الفخس، ما نحطوش دي مخصو كبار معناه. نزيدو نحطو الحليب، هاكو صوص بيشاميل. شنو نعملوها؟ هذي خي هاك الفخس نتاعنا نجمو نسكروا عليها. باهي توا نحطو في الفلاك حلو الملح في الصوص بيشاميل وشويه نواد موسكات، ومن بعد نحطو الفخوماج غابي. نحكو نواد موسكات والفخوماج بتاعنا، ونخلطوها بالقدي، نخليو الفخوماج يذوب في وسط الصوص بيشاميل. فوالا الفخوماج ذيب بي. وتو باش تعدوا للمونتاج نتاع اللازاني نتاعنا. دونك لي كريب نتاعنا حاضرين، الصوص بيشاميل نتاعنا حاضره، الفخس نتاعنا حاضره. بي تو دونك باش نبداو في المونتاج نتاعنا. ناخذوا كريب كعبه نحطوا عليها صوص بيشاميل هكايا اون ليتال، ومن بعد نحطو كوش من الفخس نتاعنا هكا، ونعاودو كيف نحطو كريب صوص بيشاميل نحطوها بالقدي صوص بيشاميل هكا على الكعبة كاملة، بعد الفخس نتاعنا نعاودو نفس الحكاية، نقعدو هكاكا حاسيلو نحطو الكريب نتاعنا الكل ونعبيوها. احنا عملنا اون صوص طومات في بالي باش نحطها من الفوق بركه، فما عبيد ما يحبوش صوص طومات مع صوص بيشاميل، دونك انا باش نخلي نحطها من الفوق بركه، واللي يحب زاده ينجم يحطها في الوسط مع بعد الفخس، ما تحط صوص بيشاميل والفخس وبعديك صوص طومات، واللي ما يحبش يخليها كان صوص بيشاميل والفخس هكا. نزيدو نحطو الفخس نتاعنا كما قلت لكم، الفخس تنجموا تعملوها باللي تحبوه. نزيدوا واحدة أخرى ريتو الصوص بيشاميل نعملوها عاقدة شوية باش ما تهبطش معناها على جنب وتتقطع لنا كعبة الكخيب وكل شيء، ممكن نعملوها عاقدة شوية هكا.
نكملوا هذه الاخرانه يا. اللي يحب يزيد يزيد راهو، فما عبيد يحبوا يعملوها عاليه برشا، احنا باش نقفوا هوني. دونك توا نحطوا الصوص بشاميل بالقدا، باش نسكروا بها. فوالا، ونحطوا الفاخس تاعنا هكايا، به به. توا باش نحطو صوص طماط هكا، نصبوها من الفوق و نزيدو عليها فخوماج غابي نتاع ديليس هذا، وندخلوها في الفول لو طون اللي يذوب جوست الجبن هكا، خاطر الباقي الكل طايب معناها. دونك نحطو جبن بالقدا بالقدا هكايا، فوالا، وندخلوها في الفور. الجبن نتاعنا ذاب، دونك توا باش نمشيو نهزو اللازاني نتاعنا. ريحتها بنينه برشا. دونك توا باش نجي ونحلوها من هوني، دقيقه خاطر تسخن شويه، ونقصوها مازال سخونه برشا. فوالا، نقصوا على مخصو ونذوقوها عاد. فوالا، دونك شوفوها من هوني كيفاش بلاش. توا نحطوا عليها شويه معدنوس هكايا نزينوها. جربوها عندكم في الدار، وللي ما خلطش على الغوسيت باش يتبعنا ينجم يعاود يدخل على الباج فيسبوك الكوجينه ولا باج فيسبوك نسمه، وعاودوا شوفوا تبعوا لي زيتاف نتاع الغوسيت نتاعنا.